مشاركة مصر للطيران في معرض دبي، أول معرض موجود عالمي من فترة طويلة جدا، يبقى فيس تو فيس بدل الفيرتشوال ميتنج اللي كنا شغالين فيها الفترة اللي فاتت. هي المعرض مبشر جدا لأن فيه كل العارضين، في حوالي 1200 عارض، في 350 أو 340 عارض جديد، وبالتالي كل اللي في مجال الصناعة موجودين. احنا وقعنا عقود كتيرة جدا في المعقد في المعرض هنا. مصر للطيران بتشارك بالتريننج أكاديمي بتاعتها، بالعروض اللي مقدماها، بتشارك بالجراوند سيرفيس بتاعتها، بتشارك بال شركة الصيانة والأعمال الفنية، بتعمل عقود مع شركات أخرى. زائد إن إحنا بنقابل كل الصناع سواء المحركات زي رولز رويس وجي إي وبريت آند ويتني، وبنتقابل مع إيرباص وبوينج وبيض الشركات الكبيرة اللي بتأجر طيارات زي جيكاس وإيركاب وهكذا. فالحقيقة المعرض مشرف جدا ومبشر جدا، وبهني دورة الإمارات العربية الشقيقة على المعرض الجميل ده.